Compromis, Sport en mémoire vous propose aujourd'hui la suite de la fabuleuse histoire du doyen des clubs algériens, le Mouloudia d'Alger. Dans la première partie, il était question de revenir sur la création de ce club mythique avec un témoignage vivant du principal fondateur, Feu Abdelrahman Aouf, dit Baba Hamoud. Et grâce à un travail d'investigation de Amir Abassadallah, Rabbi Rahmou, aucun détail n'a été oublié. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, place au Mouloudia de l'élite. Le Mouloudia des premières consécrations et surtout le Mouloudia de la dimension populaire. Bonne soirée. والحاج دريش اللي كان في فترة استحمام طبي في محطة سيدي فرج ما قصرش بالمهمة متاعو النبيلة وكمل حديثه. هذاك الوقت الجماعة اللي كيف اللي تخرج شامبيون يطول تفكيرة يقول برولوك ولا ميداية صغيرة. أنا شافين مازال مهنة ثابت ومازال عندي كانت عندي هذيك راحت الله غالب هذيك 1930 اللي عندك لا عطاونا بتيت ميداي سوفينير دو تيتر دو شامبيون. De l'année et accession de promotion. علقت الصحافة الاستعمارية وشكرت رغما عليها شكرت المولودية على انتشاراتها المختلفة وعلقت على الاحتفال بمناسبة توزيع الجوائز على اللاعبين الأبطال. بالتحقيق شكر سطحي أم الحقد كان يقرأ ما بين السطور. 32 اصدقت قناتيك هذاك العام كنا في النادي ترقي والرئيس هو السي محمود بن صيام. جاتنا عرضه من بسكرة الكرواسون كليب تاع بسكرة ومتسلمين عرضونا طلعنا راقونا فرحوا بينا لعبنا خلصنا اللعب هذاك الشيء اليامات اللي قعدنا عندهم عرضونا. بعد كان خطاب هذاك الوقت تلاقينا بالشيخ طيب العقبي خطب لنا ودارنا خطاب كبير وخدنا الدنيا مزية اللي كان عندنا سي طاهر علي شريف. هذاك طاهر علي شريف واجبه بحال الوجاب اللي محسوب يعني دخل في خاطر الشيخ طيب العقبي. من تم دخلت الرابطه بين الشيخ طيب العقبي والمولوديه وكذا متاخره عام من بعد الشيخ طيب العقبي جا لهنا للجزائر. هذه نقول لكم في عام المولودية طلعت في 32 للبسكرة وشيخ طيب العقبي جاء في عام 33. ملكي عام 33 ملا كانت هنا في الجزائر الناس محسوب شوية محسوب خارج الطريق يخمروا وكذا وإلى آخره. ملا سمعوا الخطبة الأولى تاع شيخ طيب العقبي ملا الخطبة ديالو خرخشتهم. ملا اللي كان زمان اللي كان محسوب يعني خارج الطريق وكذا ولا استرجع ولات الناس قاعد تصلي وكذا وساك دي بروغري رجع نادي الترقي رجع ما يكفيش مالا درك المولودية تلعب الفوتبال والدين مالا الدين شرح بزاف وصل الوقت اللي محسوب يلزم واحد يخرج من ذاك النادي باش يخلي البلاصة للآخر. هذه النخلة هي اللي بقات من حي لامارين. على اليسرى متاعها كان موجود النادي الرياضي اللي لجأت إليه المولودية وكانت فيه ما هو بعيد على النادي الترقي إلى 100 متر تقريبا. هي أكثر كان لحية حنا كان الشباب صار كل واحد اللي يجي بالبرانسوم كلش وحنا نكونوا تما في الوسط ما جانا كل لحية ما الدخان ما مش نتكيفوا قدامهم. هذيك السباب باش جبدنا روحنا صبنا روحنا تما وحده في صلاحنا وفي صلاح جمعيه العلماء ثاني تما خاطر ماشي سيره وحده. بالتحقيق الجو الرياضي السائد انذاك في النادي الترقي تغير واصبح ما يولمش الجو الديني الجديد اللي اكتسب به النادي. وما زال النادي الترقي الى يومنا هذا محافظ على هذا الجو، جو الخشوع والحرمه. ما زالوا الكراسي مصطفين كانهم يراقبوا في الجمهور المتعطش لسمع خطب لارشادهم وتفتحهم على دينهم الاسلامي الحنيف. وعمل النادي قد جاء تكميلا لما قاموا به مشايخ لحفظ القران في القصبه
كما الشيخ مصطفى الوردة في نهج ميدي، الشيخ السمار في سيدي بوكدور، جوا جمعية السلام مدرسة حرة كانت في باب جديد، وبجوارها مدرسة الشبيبة، ويشرف عليها الشيخ الطيب العقبي في عهد ازدهار نادي الترقي. أما الحاج دريش مازالت الذاكرة متاعو تتفكر كفاح المولودية في الدرية. الرياء فريق يخوف ومرعب. كيفاش نروح نقابلوا هاد الرياء هادية؟ إيه، أم بعد ما تدربنا وكذا الدنيا قلنا أولا دو عباد بحالنا واش يكونوا؟ وإحنا ننجموا كما قال لك القلب والنيف ننجموا نغلبوهم. إيه، تحزمنا كذا الدنيا، جا هذاك النهار الحد وجدنا روحه. منهم كان واحد يقول له قناتك برزيق، وعندنا شلبابي مسعود، هذا مسعود لاعب كبير، قالنا ما تجيب من برج بعريرج، وعندنا يا واحد الرومي هذاك النهار مخصوصين الجول، وعندنا واحد عندنا امن فيه كان داخل حب يقول له كاتالا لعب معنا. لعبنا مع الريا وعندهم هاد ليكيب ديالهم، كانوا هذاك العام طلعوا لفرنسا ولعبوا لي ماتش اميكو وغلبوا، لعبوا دي ماتش ليل مع فرنسا وكذا باش نوليو، ولا هذاك الريا كان قوي. لعبنا معهم حصلنا ماتش كبير قوي، اصدق رب العالمين كنا محزمين على روحنا. ايه، واسينا لعبنا معهم هذا البيت، دخل بيت دخل بيت دخل بيت، غلبناهم. وقت اللي غلبناهم الحصون الشباب المصغر ديالنا ولي سيبورتير حابطين فرحانين، هذا شي كبير اللي رانا غلبنا هذا الريا. نحكي لكم واحد الحكايه، كان عندنا واحد سيبورتير سعيد وداس الله يرحمه، جاي يشطح من ستاد سانت اوجين حتى لصاحب الشهداء، والدراري مرادين نهدد. ربح اللي ربحنا الريا هذه، هي كان ديفيزيون دونور، وحنايا كنا فين بروموسيون. الو شوفوا الفراق اللي كان ما بيننا والغلو، غلبناهم كان بالشبان صغار كما كانت الكوراج، كما غلبناهم. صارت هاد الضربه هذه يا حسره ريفوليسيون في الجيري كامله، كيفاش المولوديه ربحت الرويا، هما شامبيون لافريك دي نور، هما كلش، وحنا بالعرا على بروموسيون. ومن بعد كيما صارت لي ريزيرف فاقوا اللي لعبنا راك شلبابي في بلاس البشير بوحجرة، باسكو شلبابي ما كانش كاليفي، خاص واحد ثلاث ايام اربع ايام كاليفي، كيما مالو لي فرير كوار ديال الرويا من بلادهم مقبو راك ما ديال شلبابي لا واساو لي ريزيرف. كي واساو لي ريزيرف سيتي ترو طار، واش اللي فالي تبعو بالبيستول اللي كان عندهم محسوب، وصلونا لليك. لليك كان خالي الله يرحمه حمودة مع راك الحاج جاود بريزونتا ولا فير تما، داو معهم البشير بوحجرة ما داوش الشبابي، والاربيت اتانازيو كيما راك اللي ديريجان دار الريا قالوا يا ودي ماشي هذا اللي لعب، يقولوا له الاخر، قال له شوف عقله مليح، بدا يشوف فيه قالوا انا نشوف فيه، قالوا هي راك البشير الله يرحمه هو ثاني، قالوا مسي الاربيت سو فلي با لا فاز دو جو كيما صار لعب هكرا وهكرا وهكرا، اي خلو مي وي سي فري، قالوا الا راهو يهدر هالامورات سيك سي فري عنده الحق، بدا يمسلو في راسو في شعرو، قال يا ودي كاسكو لي جو ديز انا تو لي زعرب سو ريسامبل، شو با راك دير دي فات اللي راه يقول هالامورات كاين كاين سي كاين، راه ما فهمتش انا كيفاه، اي بي بعد دوني شو با نبرون انا لي زعرب سو ريسامبل، انا على بي على بي كيرو يقول لك راك سكو اللي لعب انت عوار غاني كان ميم شامبو اللي كان هو ديريكتور ديال ستاد مونيسيبال، هو اللي كان يورغانيزي لي ماتش وكلش، شحال جا المولودين نعطوكم نعاودوا الماتش ولا لوسيد نعطوها لكم كامله، هي برك نعاودوا الماتش هكذا وتديروا تربحوا، قلنا له ابدا حنا ربح ديالنا ربحناه ما كان لا تشرينا مع هذيك الضربه شامبو الى دوني سا ديميسيون ابوندونا ستاد مونيسيبال وراح لفرنسا، وحنا قعدنا ذاك تما كاليفيين. هذا هو الفريق العملاق اللي ما يخاف ما يتلام.
احنا ان كارت دو فينال لا كوب لافريك دي نور مع الاولمبيك ماروكان هنا في ستاد مينيسيبال في الجزائر. كيما عملنا معهم دوميناهم توت لا بارتي كامله غلبوا هنا في البيت ديالهم، غلبنا واحد مروكي هذاك الجول ديالهم مروكي مسلم هو اللي غلب هو اللي ايليمينانا. كيما عينا نضربو كيما عينا كيما عينا هو اللي هربنا. كيما عملنا ما كاش بيت ما كاش طريق ما يجوزش. وانا راني نرحب كنت نواسيلهم كيما عاد نواسيل كيما واسيت من بعد في لي باراج. كيما عملنا ما كاش يا ودي خلينا نصدمو. خلينا كان إيلول هو لونترينور. خليني نروح شوف دا وقت الخاب جا ولا غنماركي بيت حلفت له. قال لي ما كاش قال في بلاصتك هذه المرة. غلبونا بيتا زيرو رحنا فيها. كراسي ذاك الوقت راح صدم على الجول. عطا واحد الطريعه فوحه. ضربوا ست مرات سسبونسيون. انا رجعنا نخمو من بعد على العام الجاي. ست مرات شكون يشدهم كان عرصه كان كراسي الله يرحمه. تسمى انا ايتي ايليميني من كوب لافريك دي نور من هذاك الماتش. صبحت المولودية على جبهتين، البطولة الجهوية وبطولة شمال افريقيا. بعد ما فشلت امام مكي حارس مرمى نتاع الوسام وخسرت في ملعب البلدي نتاع الرويسو، رمات القوات نتاعها في البطولة ونالت فصل 1934 1935 المرتبة الأولى، وحصلت على بطولة القسم الأول متقارنة في الرتبة الأولى مع الوياس بليدا. الحل الوحيد هي مقابلة انفصالية بين المولوديين وأولاد الكولون متاع الوياس بليدا. وملعب زيفاكو بالحراش ما بقى فيه الآن إلا أحجار مبعثرة والعمال يكملوا في تهديمه. هنا الحاج دريش لاعب في ذلك الوقت ومولود جازولي 50 سنة من بعد يتحدثون عن المقابلة الفاصلة مولوديا يوياس بي. استاد هذا يعني استاد نتاع الحراش يقولوا له زيفاكو، وهذا لعبنا فيه في 35 لعبنا الماتش دو كلاسمون مع الفريق نتاع البليدة يقولوا له اليوزبي. لعبنا الماتش ديالنا وهذاك الماتش يصدق الى ربحنا باش نطلعوا لا ديفيزيون دو باراج باش نطلعوا ليكسيلونس. وهذاك لعب صار حماس كبير نعاودها خير. كان عندنا شي البابي الله يرحمه، عندنا برزيق، عندنا شي لاعبين اللي لعبوا كانتي صار حماس كبير. وهذاك الوقت باقي ميزو حنايا خلصنا وصلنا قرب لابيطون. جانا كوفران من الصدر، جاء مصطفى كراسي الله يرحمه مصطفى كراسي كان كوفران من تماتيك مغربه مدهش الانسان ما يمنش من السطر دي تيران كوفران ضرب له جابه له لداخل. وقت اللي تماتيك الناس الفرحه التريبيل وكذا الدنيا الحصون الدنيا وربحنا الماتش. وهذاك الوقت اللي لزمنا الحل باش نسيو لي باراج مع مارين. اجي يا سيدي دوك نلعبوا مع مارانكو ديزينياسيون دو ستاد زيباكو كان جديد. كنا دوما توشينا تماتيك جوج ماشنين. الاولى واحد اسمه ماسيا يلعب مع ماركا بيت، دوزيام انا ايكاليزيت ماشي باش نقول لك اي حاجه. الدوزيام ماتش كيف والدوزيام ماتش انا صبت روحي لا دانيير مينوت وحدي مع الجول راح الدعوه في السماء. اخرج نبكي يا زعفي عم بنا خسرنا. اثناء المقابله ضد لويس بي وهي العنيفه والثانيه اللي تمت هدف مقابل صفر، وزاد الحكم خرج اثناءها من صفوف المولودية ابرز لاعب وهو برزيق باش في المقابله الاتيه ضد لوام. متهنيين من اللاعب برزيق لان القانون اللعبه يفرض على اللاعب اللي يخرجوا الحكم اثناء اللعب معاقب باش ما يلعبش المقابله الاتيه. القصبه تهزت الى هذا الخبر لان بحيث المقابله الثانيه تمت بالتعادل يلزم مقابله ثالثه وبملعب العفرون. ومعروف ان ملعب العفرون ملعب استعماري ما فيه حتى امن وما فيه حتى امان، ولكن كما العاده المولوديه دائما اللي للامام. قالوا لنا بلي كاين تروازيام ماتش نلعبوه واللي محسوب الى محسوب ما تغلبتوش كل واحد يقعد في مضربه. المولوديه ما تطلع ومرانكو ما تحبط. ما لا بصح وساولنا خدمه
غسلوا نخدم ما سبيعني شيطانية ما لبعتونا للصطاد العفرون هذا الصطاد تاع العفرون ماشي مديور للمقابلة كيما هذيك ما لبعتونا للمضرب تاع لي كولون ما دوك حنايا رحنا لا ليغ قلنا لهم يا ودي مستحيل هذا الماتش ما ينجمش يتلعب في هذا الصطاد راه الصطاد ما فيش مشوب لي كوموديتي وهذا على خيري ما قالوا لا لا شرق برق قالوا لا تما ثلاثين هنا هذا الصطاد هذا هو صطاد العفرون اللي مرسولين جينا نلعبوا تروازيام ماتش دو باراج هنا وقت اللي لحقنا هنايا دخلنا غاشي كبير اللي لحقنا هنايا ناس شرشال ناس البليدة أبو فاريك من المدية ناس كل قطر الجزائر كامل يحبوا يتبعوا في البولودية وسينا ديبلاسمون للعفرون دورو علي روتور كرينا لي كارت على الوراق كاع كرينا واش نقول لك طلعنا شعب قوي كبير فوق اللي يلزم ما لا زادوا جاونا من ناس كاين احبابنا في مارانغو كاين ناس العفرون نعاونونا كاين ناس مزايا كاين الحصون شرشال كاين بليده فاذا نقول لك هنا الصطاد ولا مدفق وصلنا تما لا جوندارمي دايره في الصطاد وخلا داري ما الشيطان ولا قالوا لي ما كاش داك الوقت المودة من جماع الفيلاج كومين اللي كان سلام عليكم يتبعونا بالكراب شريطات في الله يبارك شعب تبع المولودية وما كان كملت 20 دقيقة هنا اللعب وصلنا هنا في من 25 متر هنا في البابي مسعود الله يرحمه جاء البالون من تماتيك لي باس بعضنا بعض من تماتيك لحقوا اضرب له شوت جاب له هنا في الشوكه واحد ربع ساعه اخرى جدنا باللعب ديالنا بدينا هما يلعبوا الخشونه وحنا نلعبوا لهم الكره وصلنا ان هنايا كان عابد منا يا هو يلعب بيدي غوش لعب في الشمال وعابد خفيف لعب قبيل تاع بليده يلعب في البليده جا عندنا البلوديه وصلنا هنا قطع لنا هنا 18 متر من تما تيك ضرب له شوت لصقوا له في القر الاخر ولينا دو بيتا زيرو ولينا تفشكرنا حنايا شويه رانا نلعبوا نكملوا في اللعب حتى صفر لا ميطا ادخلنا للفيسيار نرتاحوا هذاك الوقت كانوا معنا اللي ديريجون قال لنا ردوا بالكم الماتش ان شاء الله راهو في اليد شدوا مليح وراهم يلعبوا بالخشونه ما تواجبوش ما تواجبوش خاطر لابيتوا لم يخرج واحد منكم ولا زوج انا نخسروا الماتش والمولوديه ما تطلعش على مبروك عاودنا دخلنا لا دوزيام ميطا بدلنا ليكو اوصلنا بدينا نلعبوا حاملين في الضرب وحاملين في كل حاجه والسبان يسبونا والوقت راه يجوا الساعه راه يجوا الشعب راه يشجع فينا شدوا يا صغار شدوا راهو قريب الوقت ربع ساعه قبل خلاص قابرونا دخلونا بيت ولينا زوج بواحد نحنا ماشي هربنا ولكن رجعنا كل واحد يشد اللعاب ديالو كل واحد يشد لعاب ما كانش هذا الزغيد ما كانش اللي يزغد وحنا داك ربع ساعه كل دقيقه وهي جايزه بدقيقه حتى قريب خلصنا الوقت الحق حتى نسيبوا البالون هنا في السونتر والاربيت ضرب تصفيره خلاص اللعب خلاص لافان دو لابارتي والاربيت كان وصل لياك من جهه اليمنى كانت واحد البراقه
هو خاف على روحه تماتي غير صفر دخل البراق هذيك الاربيتراج. وحنا هذاك الوقت انا اللاعبين نصارى من الزعاف اللي يصيبوه منا يمدوا له بالذبزه. ما عليناش هذاك الوقت خلاص الماتش بصح قالنا نردوا بالنا قالنا لو كانت تصير باكار وكذا الدنيا تاع بين اللاعبين قال لك شما يصيرون شما يواسيونا. جا الحاج عبدي كان هو عنده لا فارماسي وقت اللي دخل هكذا واحد حاكم اللعاب الاخر من حكم البواط فارماسي ويعطيه للراس بلي لا بواط فارماسي يعطيه للراس. الحصون تخلطت قدام عابين حنا هدو بين عندها خلصنا الماتش دخلنا البيستيان يعني. وهكذا المولودية ممثلة الجماهير الشعبية خرجت منتصرة وطعطعة الرأس لبات بالرسالة. وهكذا المولودية بعد ما تزرع في طريقها نوادي جديدة صبحت تلعب ضد الفرق الاستعمارية الشهيرة بلا ما أي نقص نفساني يبان عليها. إما أنا صارت في القصبة واحد في شطة كبيرة ما نجمش نمثل لك كيف صارت. ألور ذاك الوقت الزمونا الشعب السرك يطلبوا معصوب قاع يحبوا يلعبوا في المولودية. وذاك الوقت كانت المولودية وحدها كانت ما كانش لي كليب ذاك الوقت. ما أنا جيت أنايا انتقلت قلت لهم يا ودي دوك هاد الناس هذو اللي يجيو يسميو كاع في المولودية أشحال تعيطك في المولودية واسيونا كليب هنا في القصبة أنا منسوب يعاوننا. هكذاك من تم كانوا عندنا زوج كمات وباسطة صحابي كانوا معنا في المولودية. إما لا قالوا لنا نروح نأسسوا جمعية وهذاك اللي محسوب خلقت لي اسمه في العام 37 ده محسوب يعني بس تعاون المولودية في الخدمة ديالها. كان صور دي ما كاش وكان البالون بلاصي اللي كنتروليه ينجرح اللي يطلع اللي يلعب فوق التيران يخرج يرجع كيبو يشيلو بالدم. كانوا اللاعبين ياكلوا الكارانتيطا ما كانوش ياكلوا اللي جيكو كانوا عندهم لي ميدسان ولا كدا. اي وداك الوقت اللاعبين كانوا يعاونوا بزاف لي ديريجون كانوا يلعبوا بالقلب ولي تريكو يسمخوهم كي تحصل لهم. انا شفت اللاعبين والله العظيم غير يخرج ماتشينيون يبكي ماتشينين يبكي. واش ذاك الوقت تلعب مع الرياء مع القاليا كان جهاد كبير والصباط قال الصباط ذاك الوقت كان ماشي كيما الصباط هذوك يوزن زوج غرامات. العصر واش نقول لك التيران كان حجر كان تراب تيفي كذا طنجك اليوم التيران قازوني وكان ما كانش كان درام ما كانش خدمه ما كانش اللاعبين شومور كانوا ميم دي ديريجون شومور ذاك الوقت كانت وكانت الاخوه وكانت القلب وكان اللعب ما يطلقش فوق التيران يدخل فوق التيران قلت له باش يجيب حقه ما كانش على خاطر كان عنده فكر وكان عنده اهداف يعني محسوب يدخل باش يكافح ماشي باش يوسي ان بارتي دو بليزير. على الشعب في هذاك الوقت رجع يحس باللي كاين فريق اللي يمثله كاين فريق سبحان الله من تم اللي بدات الناس تسخن وبدات الناس تروح للشطاط باش تتضارب مع ما 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 الرومي تضارب كذا هذاك هو المحسوب المضرب اللي كان ينجم يفرغ فادو فيه يخرج فادو كان الناس يقعدوا بلا فطور ويجيو يشوفوا الكره ذاك الوقت. اي دوك هذاك الوقت ما كانش الامكانيات وما كانش كذا اول شيء اللي خدمناه العصر ماشي باش مرادي يزوخي بروحو مع دريش وجاود الله يرحمه كذا الناس كافحوا وكانوا يخدموا في سبيل الله.
كانت اللاعبين وكانوا اللاعبين مسؤول يعني الناس يصنتوا كانوا ديسيبليني وكانوا كذا واحترام وكذا ولا خيره. بداية الحركة الرياضية في الجزائر. الشيخ عمار كون لافانغارد، شهرة كبيرة للجمباازيين الجزائريين، حصلوا على نتائج وألقاب عديدة. أما حمود أوف وربعين انفصلوا في 1918 من لافانغارد وحاولوا يكونوا فريق جزائري إسلامي لكرة القدم، وهو سي اس على كلوب سبورتيف الجروة، ولكن دخلت فيه عناصر استعمارية وتحطم. وحمود أوف عنيد قام بمحاولة أخرى، ومن هالمحاولة لكون ثلاثة المولودية 1921، ولعبت بكل جدارة أمام الفرق الاستعمارية وتوصلت في 1926 صعدت إلى الصنف الثاني. وفي نفس السنة تكون الكلوب سبورتيف كونستانتينوا كجناح أيمن في قسنطينة، واليونيون سبورتيف مجلمان ورانيز كجناح أيسر في وهران. والسلطات الاستعمارية ما كانتش نايمة، وجدت المولودية حل لهذه العقدة، ثم انتشرت اللعبة في البلاد ودعمت المولودية والفرق الإسلامية الجهوية اللي تأسست من بعد، واصبح الصراع رايح ويزيد في الشدة. أما الحركة الوطنية رايحة وتبان وتتعزز. أما المولودية في كل سنة تتصارع وتربح وتصعد إلى قسم آخر، حتى صعدت إلى القمة ولا زالت في التدريب المستمرة مع إسماعيل خبط. العام اللي فشركت المولودية الجزائرية 1939 كنت يعني التدريب نتاع المولودية في ذاك الوقت كان يصرى في الموضع اللي راكم تشوفوا فيه هنايا، كانت الموضع تاع الغابة، شجر تاع الصنوبر، أستر تاع الكاليتوس، وكان تحتها اللي كنا ندربوا فيها، في سبب اللي كانوا ذاك الوقت نبداو يعني التدريب كل عام، نبداو في العام الأول نبداو التدريب مع لا سيزون هنا، خاطر ما كانوا لي ستاد ما يعطوناش لي ستاد، كاع الشركه يعني الجمعيات الفرنساويين كانوا خادين لي ستاد، ما احنا نجو ندربوا هنايا. كان الحاج فولا الله يرحمه يدرب فينا، يطلعنا في ذاك الموضع هذاك نطلعوا هكذا، كانوا بزاف ساير داير هنايا، كانوا يطلعوا باش نطلعوا ونحطوا هذاك، كنا هنا تحت عادي كنا فيها الكاليتوس، كانت موضع مليح التدريب. مالك في ذاك الوقت كانوا اللاعبين كما البرزيق الله يرحمه، كما حسن، كما البور ارجنتين كان يلعب معنا، كما برونكي، كما ميسوم، كما قلافات، كما وزيد بها، كانوا يعني ناس مشاركين هنايا، كانوا محسن مايورا، كانوا لاعبين نقول باللي كنجربهم مع الناس كما اليوم، كانوا شويه عندهم شجاعه. المولوديه الغاشي نتاعها كثير في القصبه، هذا الموضع كان يعني يعيننا في التدريب، وانا كنت شباب صغير من ذاك الوقت كنت جينيور، كنا ندربوا هنايا ونزيدوا ندربوا في الموضع التحتاني، كنا ندربوا في الموضع لابيشري، يقولوا لها لابيشري لتحت، وراهم يبيعوا، وراهم كاين لي ريستورون تحت الجامع الكبير، وذاك الموضع هذا كان مخزن وين خرجوا لي بوكسر، لي بوكسر كان واسمو عبد النور نتاعنا هو اللي كان يدرب فيهم، وحنا نروحوا نواسيو لا ميسيكلاسيون نتاعنا هذيك، نروحوا نواسيوها في الصاله هذيك. فرع الملاكمات تاسس في 1942، والمسؤول عليه محمد عبد النور، خرج أبطال كما حسن الديب بطل شمال إفريقيا، عمار العياشي بطل شمال إفريقيا، عمي محمد بطل فرنسا ووزن الريشة، وموسى سعد. يعني الموضع هذا نقول باللي انا اولا انا في هذا الموضع هذا عرف بالمولوديه فريق كبير وفريق قوي وفريق تاع الناس يجوهم بعيد، كان البور ارجنتين، كان حسن كان من بليده، كان قلافات من دلس، كانوا الناس يجوها من برا من برا من البلاد، وكانت ولاد القصبه اللي كانت هي الاساس نتاع الجمعيه هذه. القصبه في 1939
كان الجو السياسي مضطرب. سنة 1939 في تاريخ الحياة السياسية الجزائرية نهاية فترة الأمال، أمال الجزائري في فرنسا باش تشرع في الإصلاحات السياسية اللي كانت الجزائر طلبتها من فرنسا. وين سعدي لا تنصافر خلاد من عني ما فدنيش الطلب الباخر غفو عني الزرقان واللي دفن الكاس يعدر راه مثلي لهف. هذه القصبة اللي راهي هنا قدامنا هي اللي كانت سبب للنجاح تاع المولودية. أنا في صغري شاركت في المولودية كما كاع الشباب الجزائريين كانوا كاع يحبوا المولودية، ومن جميع الشباب اللي جالس اللي يشارك في المولودية عنده شرف كبير. أولا علماش، خاطر الفريق هذاك كان هو المشهور، والفريق هذاك كان يعني يربي الصغار يربي الشباب بكل صفة. لما ندخلوا في لما نلعبوا في المولوديه ما نلعبوش غير الرياضه، نقابلوا الوقت الفرنساويين نقابلوهم بصفه باش حنا نبينوا روحنا قدامهم باللي رانا منظمين عليهم ورانا جايزينهم في يعني في كل الامور تاع الحياه الدنيا. من النظام هذا سوى بين المسؤولين وسوى باللاعبين، الروح الإنسانية والروح الوطنية كانت ساكنة في الرياضيين، جميع الرياضيين. علاش؟ على خاطر السياسي راهو يخدم في السياسة وراهو يجرش في أمر السياسة، والرياضة راهي دافع في وسط الملعب، والشعب اللي يتبع اللي يجي للصطاد ما يجيش باش يشوف غير الربح تاع المولودية هكذا، يجي باش يشوف الفريق الجزائري يغلب الفريق ولات مولوديات بالغاشي اللي جابت اللي تبعها الفرنساويين حبوا يعني يتصرفوا بهذاك الغاشي هذاك ويقابلوا المولوديه مع الفروق تاع الخارج. ثم لدرجه بدات طلعت المولوديه بدرجه في سبب ماش في سبب اللي ولات تقابل الخارج، ليل اولمبيك اند شامبيون دو فرانس، روبي شامبيون دو فرانس، لي بويميان دو براغ، لو زاغريب، لو دينامو دو زاغريب، لو دي واسمهم راح لي اسمي يا ربي العالمين. على كل حال صافي بزاف عدد فريق اللي قابلتهم المولوديه، وثم بدا الشعب يعرف واش هو المقابلات مع الخارج، بدا يعرف الفوتبال تاع الخارج. من ديك الدرجه هذيك وين وصلت المولوديه ولات مطلوبه في الخارج في تونس والمغرب. المعلقات اللي كانوا في ذاك الوقت مع الرياضه هذه مع الفريق كيما الكلوب افريكان ولا ليسبيرونس الواك ديت كازابلانكا، هذوك مقابلات كانوا يجراو في يعني في طبقات تاع الرياضه، ولكن عمرها ما السياسه ما كانت منسيه. كل مقابله كانت اجتماع سياسي سواء في تونس سواء في المغرب. علاش؟ خاطر المولودية مهما ما كانت سياسة يعني بصفة عامة، ولكن كانت سياسة كانت داخلة في الأمور الرياضية. هذا الشيء اللي وصلته المولودية الشعب كان يتبع فيها. راحوا طرحنا لتونس عمرها ما فريق دا 2000 شخص في الباكو في الشمال دي في واسمو تاعنا تاع الشمال دي فير بروميير فوا، يعني اللي خرج الشمال دي فير اينوكس في الجيري ذاك النهار خرجت المولوديه 51 باش قابلت المولوديه الحمام لي في لاكوب دافريك دو نور، ريكور دافريك دو نور باتي ان تونيزي بار لو نوم يعني الغاشي الكثير الشعب.
والغاشي في الصواردة. هما لها الدرجات هذوما يعني المولودية ولات معروفة، ولات تنعرف تنشر الرياضة نتاعها، ولات راحت للشرق وراحت للغرب. واش من شكون اللي نقولوا يعني المسؤولين، نقولوا الرياضيين، نقولوا الشعب؟ لا، هذه الرياضة الجزائرية اللي خرجت تاع البلاد ولات معروفة بالدرجة بصفة المولودية هي الصفة الوطنية، هي الصفة الجزائرية. والحاج دريش مع المولودية والمشاكل نتاعهم ضد لا اس اس او اسوسياسيون سبورتيف دو سانت اوجان، والظروف كانت حاسمة، واش صار في هذا الملعب نتاع سانت اوجان يعني بولوغين اليوم؟ لو مي هذاك الوقت كانت المولودية عندها ماتش مع لا اس اس او، وكنا اكزيكو، كنا الاولين شكون يخرج شامبيون دالجي، كنا اكزيكو باش يلعبونا يوسيونا نو ديبارتاجي. واش واساو؟ صابت الحيلة، حيلة شيطانية حبستنا. واش واساتنا؟ واساتنا دو برومي، دو برومي حب يقول دو شامبيونا نتاع 45، تما حبسنا ما لعبناش لا فينال، خاطر خافوا تكون مظاهرة أقوى من السابق. وفي عام 1954 هذا الفريق هو اللي لعب ضد الأولمبيك تاع مارانغو، وكان مكون من دريش إبراهيم، حمادي، دقيقي، محمد فرحاني، أحمد كوار، حميد، دحمون عبد الجليل، بنور، أبالي وهو أرجنتيني، عمر حاحد. بلا دراهم لا تقبلش الكرا ولا تعملش مزاح. وابراهيم زايدي. في عام 54 جينا نلعبوا ماتش شامبيونا هنا مع مارانغو، اما لا صارنا ان انسيدون ماجور، صارنا انسيدون ماجور، حكموا لنا 5 لاعبين الحبس قبل ما تلعب لا بروميير، وراح فيس بريزيدون مسيو جاود الله يرحمه باش يدافع عليهم، اما لا صار زادوا الدوه معاهم. انا كي خرجت في لاميطون تاع ليكيب ريزيرف كانت تلعب باش نواصل في الدربي، ترسمت ابراهيم مهول اشن قال لهم داونا نلعب بالحبس، اما إيه ربي فيها انا ما خبتليش. رحت شفت الديليغي تاع مارانغو وقلت له تعرف واش يقول القانون؟ يقول باللي كي نكونوا كلي بروسي بون دوفي اسيستانس افون بوندون اي ابري لا بارتي، الور اجوردي سي با لو كا. اما اليوم لو كان ما تروحوش تخرجوا اللاعبين من الحبس ايميدياتمون، بريميرمون vous allez commencer à rembourser le public et vous sans oublier les conséquences de la suite. Alors bi hadik khafou راحوا خرجوهم من الحبس، وكي جابوهم اما لا هذاك كي شافوهم اصحابهم ما حكموهمش وركبت بهم سجاعه، اما لا ديك الخرجه تاع كي تخليهم للفيستير جاود، اما لا عنده ديك اللعبه ديالو يدير شي ما في نيفو. وقال لهم يا الخوه لو كان ما نروحوش هذا الماتش نحبطوا كاع فيه. يا ابو الجليل القوى ولا جاي الفهم دخلوا من جاي للقاضي جاو صباح قالوا له يا. والمولوديه سايره الى الامام والايام تمر، ثم السنوات على كفاحها اليومي منذ عام 1950 الى ابواب الثوره المظفره عام 1954، حتى وصلت باش تتقابل ضد الأولمبيك مارانغو مقابلة تاريخية. جينا تخنا هنا تخنا للتيران ربي تصفر، وتخنا هادو مارانغو نعقلهم من زمان، هادو مارانغو كانوا يبداو معنا من 21 نطردوا معاهم وعليناش، وصلنا تخنا نلعبوا وهما بداو يلعبوا لنا السما pour nous désorienter. اللي يلعبوا لنا السما وحنا السما ما نلعبوش السما، عندنا اللعب اللعب ديالنا اراتير لي باس ومفاهمه معنا يعني غرو تكنيك. وبدينا نلعبوا من بعد 4 ساعة 20 دقيقة وصلنا لهنايا كان حد يلعب افونسات، وعندنا لي ديبلاسمون ما يقعدوش فيكس، عندنا راح لا دروات يروح لا كوش ندوروا اللاعبين باش نسيبوا الفراغ. كان الحاله هكذاك جا حد طلع على الشمال
طلع اللاعبين معاه هذاك الوقت فرغوا من جهه اخرى اضرب له سنتراج يجيب الربح للي يدرو من لاكوش راح للي يدرو يجيب الربح شويه من فروق ويجيب البريمي بيت ادخلنا للسنتر داروا البالون للسنتر زد منها كملنا اللعب الحصون باقيين يبداو يضربوا فينا الضرب هذاك موالفين به يضربوا فينا باش يخوفونا ونبداو نشكيو ولا يخرجونا اللاعبين ما عليناش هذاك الوقت زدنا لعبنا منايا زاد حاحات زاد كمل لهم هذيك اللعبه زاد كمل لهم زاد لهم راح الشما باقي مع الدومي عاود يروح مع الانتر يواسي والتريانجل اما لك بعت البالون زاد سنتر على مور لي زاريير جا بالرباح زاد ماركه الثاني ما عليناش انا نزيدوا نلعبوا زاد العصا علينا على اللاعبين وحنا رانا نشوفوا رانا نهدنوا في اللاعبين اللعب كذا الدنيا زاد هذيك اللعبات سيستم واحد الحاصل من هنايا زاد يجي باش طلع حاحت حكم البالون زاد سنتره يجي هذاك شويه بالرباح زاد كملها بالتروازيام بيت الحصون الشعب هنايا وقت اللي قرب الوقت مالك فرحوا وربحنا 3-0 هداو اللاعبين ولا ما داوش الحصون حاضرين الشعب ولا يزقي كان ما كانش ضامن بلي يربحوهم بداو الحبس وكذا ولاو يصفقوا فرحانين وكل واحد واش يقول والأنصار في ذلك الوقت كانوا ضحية الأنصار الجزائريين في البادية كانوا عمال فلاحين بسطاء يخدموا عند الكولون إذا يوم الأحد صفقوا على المولودية الغدوة من ذاك واش يستنى فيهم النهار اللي يجي المولودية الأب هنايا في مارانجو كاع العرب نتاع مارانجو يكونوا هنايا اللي يلعب الفوتبول واللي ما يلعبش اللي يحب البالون واللي ما يحبش النهار اللي الا يخسروا النصارى غدوه من ذاك جميع العرب اللي يروح يخدم عند الكولون يقول له روح لداركم وروح عند المولوديه يعطوك الخبز في لافان تاع الماتش تاع المولوديه يرو ماركيونا لليل يقبضونا اللي يديه الحبس يدوه الحبس واللي خدام غدوه من ذاك ما عاد بلا ما قلت انا دبل ما قلت انا رحت المولشي نخدم الصباح ريتاني قال لي روح المولوديه تعطيك الخدمه صفقت عليها البارح سوبورتيتها تعطيك الخدمه يعني المولوديه كي جات لنا الحجوط حنا بكري مارينغو يعني شرف كبير لنا وقبل ما تجي المارينغو على كل حال حنا كنا نستمعوا بزاف المولوديه نسمعوا فيها في الجريده كان جريده نتاع الكولون يعني ونسمعوا بها ونتبعوها نهار اللي جاو ذاك نهار نشفى ذاك النهار اللي جاو لعبوا هنا في مارينغو كاع يعني الجهه البلديات يعني اللي مجاورين حجوت من شرشان من قليعه من عفرون يعني جاو لهنا دفقوا هنا في حجوت ويعني خلقوا واحد الحماس واحد يعني واحد الاخوه حاجه مدهشه والحكام كانوا كلهم اوروبويين والمولوديه كانت تخسر رغما عليها لان الحكام كانوا ضدها يخسروها وكانوا يستعملوا هذا السلاح ضدها ولكن جاء الوقت وين فكرت المولودية باش تقدم حكام جزائريين ومن العرف ومحبتي مع انتي وهوايا جانبهم يا راجح العقل في 37 جو زوج أربيتر جزائريين بسكري وشريف موساوي رحمة الله عليهم من المشاكل قادوا شريف موساوي وبسكري ما يربيتريوش لكليب مجلمة خاطر خايفين يربحوهم كي ولينا نربيتريو لي غراند زيكيب واسينا النصارى كالشونتاج نهار لي يروحوا ياربيتري والمولودية نقولوا لهم كونوا جيست ما نقولكم ربحوا هذه ولا هذه واسي خدمتكم كما يلزم ولا ما تمشاوش هذا الطريق رانا حنايا قناتك نهار ناربيتريو لي زيكيب تاع القور نخسروهم اللي بيهم طال جفايا خلي في الخلطة اللي يحصل منحفر شي حفرة يطيح فيها مقواه
الشفايا ما يتفكر غير ما اهتموا مسير المولودية بكرة القدم واعطوا لها القلب اللازم باش تفرض نفسها بنفسها أمام الفرق الاستعمارية، وازدادت فرق إسلامية أخرى كما لونيون سبورتيف ميوزيلمان تاع بلعباس، لونيون سبورتيف ميوزيلمان تاع الحراش، لو اس ام ام سي، المولودية تاع قسنطينة لموك، وهذا قبل الثورة، ونستناو عام 1938 باش يتأسس فرع الجنباز بالمولودية. من 1938 صحاب المولودية زقاو لي باش نواسين سيكسيون جيمناستيك عندهم. J'ai créé avec la section gymnastique l'entraînement sur la salle à la picherie, préparé un concours gymnastique qui a lieu fumé dans les Ardennes. Où est-ce qu'il y a un opéra ? Il y a Abdelrahman Aziz, il y a Abdelhamid Sidali, il y a un... Il y a des gens qui ont été connus un peu. Et après, il y a eu le fumé, le fumé a dit, c'est une bonne démonstration. Vous avez aussi bien tenu que gymnastique Ghana, vert et rouge Ghana ou le croissant maintenant. Est-ce que, mal l'akhar, ils nous ont félicité tellement. À la tenue ou à le khadma ou la tenue de la défilé. Je crois quoi ? Moi, je crois que c'est trop tard. Le défilé, ça a été avec Rahman Aziz quand il m'a dit qu'il m'a dit. Nous avons dit nashid tout le défilé. ونصارى يصفقوا قلنا له قلت لهم يدرى يفهموا واش انا نقول ولا لا لا تفاش على النشيد واش هو النشيد كانوا بزاف ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه رزق لاخاطر كانوا الدراري كامل قارين في الشبيبه ما جوبنا غير حالهم ابطال هذو في الجمباز يشابهوا في ابطال الافانغارد كلهم عندهم خبره ونالوا جوائز مختلفه في ذاك العام 40-41 كانت عندنا واحد الإدارة والإدارة هذيك إلى كنت أنا مسؤول كان نايت قاسي عبد القادر زعمة أمير المال ومصطفى قطرنجي أسيسور وفي وسط العام نايت قاسي عبد القادر الحاج كان عنده واحد حبيبه يقولوا عسل الحسين هذا عسل الحسين كانوا يتعرفوا في النادي ترقي وكانوا مشتركين في لي جونيس دي كونغري تاع المؤتمر جابوا قال لي سي محمود الا تحب جيبوه يعاوننا قلت مرحبا احنا نحوسوا غير اللي يخدم جا عندنا وشفنا هذاك الوقت راه واحد الولاد اللي ما كاش خوه لا في العقلية ولا العربية ولا الفرنساوية يعني عاوننا كيما ينبغي خدمنا هكذاك سنين حتى 48 و 48 الله 48 استوفى الله يرحمه ولكن الفرق غادي يتمشى أبطال كرة السلة كما تمام عبد الملك كما عسل حسين رحمه الله كما بشطرزي كما قديري دحيمن رباين محمد المسؤولين ديال المولودية منهم شنوف وعن كحلة اللي جاوا لسانت جان باش يبروسبكتيو كانت عندهم سيكسيون تاع الواتر بولو حبوا يخلقوا سيكسيون تاع ناتاشون بخصاص انا كنت حبيت ندير ناتاشون في المولودية كنت نسمع العوامين تاع قسنطينة كيما بالحاج كيما بشارة اللي كانوا يلحقوا للشامبيونات فرنسا ونجحوا حبيت نواسي بحالهم في هذاك الوقت انا الاول عوام وبعد بديت يجيو اخرين منهم فخارجي نفر فخارجي منهم بوركيش واخرين كملوا سجلوا رواحهم في المولودية وباش نعطيو لها قوة لا سيكسيون ناتاشون صقنا صبنا روحنا واحد 15 باش نتعاونو في لي زونترينمون ونقدمو روحنا في لي كومبيتيسيون انديفيدويال وبخصوص لي رولي كنا شوية ناجحين
وانا كنت ندير لا كومبيتيسيون دو فيتاس وبعد بديت لا كومبيتيسيون دو غران فون ندير لا ترافيرسي دو بور لا كوب دو نويل لا كوب دو باك لا ترافيرسي دو بور تاع الموا دوت وكنت نكلاسيرو مع الكبار تاع ذاك الوقت كان كيما كوباك شامبيون دو فرنسا ولي فار برناردو كانوا قادمين روحوا في شامبيون دو فرنسا وحتى راحوا لجوز لابيد الجزكي. العاب القوى كانت من ابرز الفرق الموجوده في القطر الجزائري. الكلوب هو المشهور في شمال افريقيا. ونسمع الان عبد القادر علي الشريف يتحدث لنا على مسابقه الرولي دارجون اثناء الراحه بين شوطين في كره القدم بين لايس بوفاريك والمولوديه. Imaginez un stade plein à craquer, il y avait peut-être 10 ou 12 000 personnes. On bat que le Mouloudia a fait le d'argent avec 10 fois 180 mètres. Imaginez, c'est pratiquement 1800 mètres durant lesquels le suspense est entretenu. C'est tantôt l'un, tantôt l'autre. La zone, elle bahna. Elle bahna. On ne sait donc les boulefraha, nado, nado ou zgaou, à la kalbouahat. On a eu, ceux qui étions sur le stade, on était écrasés par les décibels en quelque sorte. Parce que tous ces gens qui se sont levés et qui ont crié en même temps, tout, on a été écrasés sous le poids. Et inutile de vous dire qu'après, l'équipe de football du Mouloudia, qui avait fait piètre figure en première mi-temps, a dû sortir les tripes en deuxième mi-temps. Elle a été stimulée en quelque sorte par notre résultat. Et elle a heureusement gagné le match, quoi. Nous avons été en quelque sorte sans stimulant pour récupérer, pour remporter cette victoire. Et dans notre équipe d'athlétisme, il y avait Tayyib, à la Colle-Ouesmo, Tayyib, Bakrat, Taifour, Nsira, il y avait Mahmoud El-Jilali, il y avait Hassan, il y avait Kenshi Asami, les Sithum, on était à la Colle-Hal, 10 relayeurs, votre serviteur, à la Colle-Ouesmo. عام 1954 تنقل فريق المولودية إلى باريس باش يشارك في بطولة فرنسا في نوع الكروس وكان مكون من لابادي خلاف علمي بن تومي وعمري وكانوا يجريوا حفيانين في ذلك الوقت المولودية كي تجي لعندنا تصيب ديما حماس كبير من عند متفرجين عرب مسلمين وقليل قليل المقابلات اللي هنا المولودية خسرتهم في بلادنا تربحهم كل بفضل الشعب بتاعها وين تروح عندها شعبها نقولوا ذاك الوقت بالفرنسية لو بور درابو دو فوتبول الجيريان ومنها كنا نشوفوا يعني الضوء من نوع الاستقلال ضوء من نوع الحرية قلت له إذا تركت غرابي والعشق ما بقالي ما نزهى واللي نهواها عاطفة عليا الموت خير من لا يعشق في الهوى بحالي الفوز في كأس إفريقيا هو فوز التضحية الكاملة في سبيل الرياضة الجزائرية ويرمز عليها إسماعيل خبطو في حكايته الناس اللي كانوا لاتين في ذاك الوقت الشعب اللي كان حي في ذاك الوقت كان معاون المولودية 100% ما كاش إنسان اللي وخر نهار اللي تخسر تخسر يبكو نهار اللي تربح يربحوا يفرحوا واش وين وصلت هذه نقولوا في وصلنا في 51 المولودية عندها 31 سنة بدات تبلغ نقولوا المولودية بدات تبلغ ولكن درجات اللي باش توصل تزيد توصل درجات واحد اخرين درجات تاع المولودية من بعد من مع 1951 حتى اليوم باش غلبت وصلت لكوب دافريك نقولوا باللي المولوديه كي الانسان اللي بدا يتعلم كنا في الصغر فريا ما نعرفوا والو لما كبرت المولوديه ولات بلغت وصلت وين وصلت وصلها وين وصلها يعني الشعب هذا وصلها لكوب دافريك درجه لكوب دافريك من 1976 نقول لكم يعني واحد الحكايه اللي لازم نحكيها لكم
صارت بين المولودية والقالية. القالية تحبط إلا نغلبوها، خاطر يلزم نغلبوها باش البليدة اليوزامبي في 1939 40 والله مانيش شافي العام. على كل حال المولودية تغلب اليوز القالية. واش وساولنا؟ شراو اللاعبين، حبوا يشراو اللاعبين تاع المولودية. الشي في هذا ما يصراش، ذاك الوقت هذاك لو كان واحد اللاعب باع روحه هذاك محسوب بالك الحياة نتاعو تولي. ملا جاو اللاعبين هذوك كانوا ثلاثة، جاو للديريجون قالوا لنا ها واش كان واش كان واش كان، عطاونا 250 ألف في ذاك الوقت. وشكون عطى لهم؟ عطى لهم حكمهم لادجوان أومير تاع لافيل دالجي، قال نعطيكم 250 ألف الواحد خلونا نغلبوا. كانوا زوج لاعبين اللي قالوا لهم، جاو اللاعبين قلنا لهم سكتوا ما تقولوا والو. جبنا ما سلكنا غير العشات النهار ليلة قبل من الماتش، واسينا اجتماع كاع اللاعبين ودرنا مصحف واللاعبين والمسؤولين، حلفنا باللي الماتش المقابلة هذيك تكون فيها الدم إلا يلزم يكون الدم. مالتيك لا دخلنا الاستاد وخرجنا وجات الاستاد، نقول باللي عمري في حياتي راهي طويلة، عمري ما عشت الوقت يعني وين الشعب الجزائري كان مضحي حياته في ذاك الماتش هذاك. هذاك الماتش هو اللي سماه هو السمعة تاع المقابلات كاملين في الجهاز في الوقت الحالي، خاطر السياسة كانت ذاك الوقت كانوا بدات السياسة بدات توصل للدرجة اللي كيما باش توصل للحرب، والشعب كان واجد. مالتيك غلبنا القالية، والقالية حبطت والياسين بي قاعد في قسم الشرفي. نحمد ربي ونشكره عن هذا الساعة السعيدة. نحمد ربي ونشكره عن هذا الساعة السعيدة. هجرنا من الظلم والكفر وسعينا روضة جديدة. هجرنا من الظلم والكفر وسعينا روضة جديدة. هجرنا من الظلم والكفر وسعينا روضة جديدة. الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا. تكسر سيف الظلم في الحاج ابراهيم. الحمد لله على كل حال هو اللي ربانا كما قال لك مقبله، احنا يبدينا كنا دراري وهو اللي على كل حال ربانا ورجعنا رجال الحمد لله. والحمد لله وربي يطول عمره على كل حال، على خاطر لو كان نبدا نهضر على عم ابراهيم يلزم قوجا كتاب. على كل حال هو خلق المولوديه وقعد في المولوديه يسمى كمسير، بدا لعاب وبقى حتى نهار لا ريفورم. انتم جيل لا كوب دافريك، جيل تاع كاس افريقيا. لا كيما بتروني ثاني اللي راه هنا على اليمين نتاع الحاج دريس، واش يخمم ثاني على في حاج دريس؟ ايه كما قال زميلي الدكتور باشي، عمي ابراهيم تسمى انا بديت في 62 في المولودية وعرفني صغير وتسمى تربيت، رباني هو وعمي مولود وطاجات وبالحسن وكامل لونسيان جينيراسيون هذيك اللي تاع زمان هما اللي تربيت معاهم. والحمد لله قعدنا نتبعوا في السيرة ديالهم على هذيك اللي على كل حال اللي نجحنا فيه. وين شافيك اليوم عمي ابراهيم؟ انا وياه في الكار قعد معايا، جينا من بليده من سيتاديل، وقال لي يا وليدي ما نعرف اني عايش غدوه. اليوم لحقنا فينال، تو سكو جو دوموندري يعني نطلب منكم تجيبوا لنا هذا
Et croyez-moi, on s'est donné à fond, surtout pour les anciens. Je ne citerai pas tous les noms. Et voilà, c'était le, je crois que c'était le meilleur souvenir. Chokran, Belhassan. Nta huwa relais. Huwa nta huwa li min ba'd jit l'jil ntaak. L'jil ntaak wach dar? L'jil ntaaki ala kulli hal khalitna deux fois champion. Fi 'am في العام 42 وفي 45. واش تقول في الجيل نتاع الحاج الدريش؟ الحاج الدريش نرحموا عليهم اللي باش خرجنا هكذايا كي ولادنا كيما حنايا، نرحموا على الحاج الدريش وبابا حمود. وهذا الشبان هذو على كل حال شعلهم بيض، واش نقولوا فيهم؟ ومازالوا صغار. عمر حاج. اي تما كنا فاميليا. كيف كيف مربوطات ديال صاحبي اللاعبين ولي ديريجون، كنا فاميليا هذيك يد في اليد ايه، وفي التيران كيف كيف. انت كل صاحبك واقيلا دقيقي كاع صحابي التيران، في التيران التيران دقيقي ولا حميد ولا ها ولا اللي كان صاحبي. الجيل تاع اللي سبقنا زمان تاع القدامى هذوما نظن باللي حاجه معجزه، هي حاجة معجزة الخدمة اللي خدموها وكيفاش كونوا فريق في 1921 وكيفاش كانوا يلعبوا ضد فرنسا وكيفاش، حاجة معجزة. لو كان الحاج الدريش يقولنا على المولودية نتاعهم، يا هل ترى السيرة راهي اللي متبعتها ولا شوية؟ المولودية نتاع اليوم الواقع هذا ما نشوفوا فيها، ما الجيل الاخراني اللي كان يلعبوا لي الدوله كوب تاع افريك وصلوا وخرجوا، هذوك اللاعبين خرجوا صغار من نهار راحوا هي بدات تضعف. الكلمه الاخيره هي يلزمنا احنا القدم وجدد اللاعبين، يلزمنا نتفكروا اللاعبين باش كبرت المولوديه، الله يرحمهم الشهداء اللي ماتوا وطلعوا في الجبل واللي ماتوا في العذاب، كما بوراس محمد. بوراس محمد جبناه من مليانة، وفي 1939 930 دخل عندنا لعب معنا وانا لعب معايا، وفي 39 بوراس محمد الى ايتي فيجيي، ومن بعد الجماعه الاخرانيين اللي كان منهم نقولوا فرحانيه بوركيكا حاحد الله يرحمهم، كي لايتي غيوتيني الله يرحمهم، واللي كونداني امور كيما عندنا واحد ولا زوج جاناتي كيزانيتي كونداني امور، هذوك على كل حال مع الاخر سلكو، ونطلب لهم ان شاء الله الفاتحه الرحمه، الرحمه لهم يا رب العالمين. حي الجزائر حره رجال ونسوان، نطلبوا ربنا بالنصر لشعبنا ويحيى فوق. قرار سي مصطفى جهل عدنان، نطلب ويرب مصطفى فرحاني محمد بالنصر لدين ورحلة حسين ويحيى شربابي مسعود رجال ونسوان مراكش ابو علام دحمون محفوظ عمارة السعيد قبل اسماعيل ناصري عجوتة رزقي بوراس لك حل شقور بخاري أو سيد علي بوريش مدود بوعلام قولوا له مكي ورقني مرزاق بوركيكا قدور بوصور بن حداد محمد دحمون ياسين بن عبد الوهاب محفوظ قبايلي سعيد تونس أحمد عادل عمار بالقاسم عمار عواج محمد لك حل أقول مين ناصر بالعربي رويبي فراوسن هامل عبد الرحمن عماري من وليده الأخوان بدوي خلوف عمر فردي يحيى نكود محمد روني محمود أكنوش سعيد بوش محمد إفصح بوسعد العياشي محمد عمار علي
حميدي حميد، ناجي عثمان، ترقو علي، باق حميد، زبيري عمر، زرابيب عمر، برامي محمد، رحمهم الله الجميع. تحرير على العدا من فضل الرحمن. تنصر جيش تحرير على العدا من فضل الرحمن، اللي استشهد مرحوم واللي عاش يبقى فينا بان. ما بقاش سي عمر بلادنا، تكسر سيفك